معانا الأستاذة نهاد أبو القمصان، المحامية الكبيرة، معانا صاحبة وجهة النظر المحترمة جدا اللي عرضتها على السوشيال ميديا. يا أستاذة نهاد، مساء الخير. أهلا أهلا، إزيك يا أستاذة دينا؟ أخبارك الحمد إيه؟ لله، إزاي صحتك؟ الحمد لله. وبجد بشكرك على إن أنت لفتتي الانتباه ومشيتي عكس التيار، لكن عرضتي نقط مهمة قوي لازم نتوقف عندها. ممكن تقولي لي وجهة نظرك كاملة؟ الحقيقة إحنا قدام مشاجرة فيها 7 جرائم، لما بنحللها من المنظور القانوني إحنا عندنا 7 جرائم. الشابة اللي ضربت حماتها دي جريمة ضرب بسيط، عقوبته الحبس البسيط أو الغرامة. أوكي. والحقيقة محدش يقبل ده أبدا أبدا، وإنها جريمة ومدانة، والبنت غلطانة بالتأكيد 1000000%، في 1000 طريقة تتحل فيها المشاكل غير كده. ولكن احنا استغربت جدا انه النيابه اصدرت قرار بالحبس 4 ايام على ذمه التحقيق، لانه ده الحقيقه بالنسبه لنا احنا كقانونيين، وانا بقيم من منظور قانوني بحت. ده بنسميه اسراف في استخدام صلاحيه النيابه للحبس الاحتياطي، لانه دي بنت اولا الجريمه تافهه، يعني بنسميها، هو القانون نفسه مسميها ضرب بسيط. طالما ما فيهوش إصابة بتعدي 21 يوم يبقى احنا قدام حاجة جريمة. يمكن يا أستاذة نهاد، علشان الضجة اللي الفيديو عملها على السوشيال ميديا عملت غضب في الأول مجتمعي جامد جدا. بس أنا عايزة أقولك على حاجة، ده خطر على العدالة. النيابة لا يجب أبدا إن هي تنساق وراء السوشيال ميديا أبدا. احنا المفروض إنه كل اللي بيشتغل في العدالة، النيابة شغلانتها إنها تحافظ على العدالة في المجتمع بإنها تبقى الطرف المحايد وتدافع عن المجتمع كله. وبالتالي ما هو بعد كده الفيديوهات اللي طلعت غيرت الكفة تماما، وبقى المجتمع كله متحفظ ضد الحما. هل النيابة المفروض إنها يعني الحقيقة ده تحفظ؟ أنا ما أعتقدش. لكن اللي بقوله أنا كقانونية إنه لا، ده توسع وإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي ملوش مبرر، لأن إحنا عندنا الحبس الاحتياطي إما إنها تبقى جريمة كبيرة وبالتالي بنخشى على الأدلة من التأثير عليها لو أفرجنا عن المتهم، لكن إحنا قدام حبس احتياطي لأم بترضع طفل عنده شهور، الطفل ده مريض، فده معناه إن أنا عاقبت الأم وعاقبت الطفل كمان في جريمة هي طبقا لتوصيف القانون هي ضرب بسيط، جريمه تافهه. طيب وايه تاني اثار انتباهك يا استاذه نهاد؟ طيب لما بصيت بقى على الفيديو بتأني كده، اولا اثار انتباهي ان الفيديو ده مكتزأ في قبله وفي بعده. ثانيا انه في 6 جرائم تانيه على النيابه العامه التحقيق فيهم، وانا عملت فيديو تاني وبطلب من النائب العام التحقيق فيهم. لانه بتحليل الفيديو وتحليل الانترفيوهات اللي حصلت سواء مع الست اللي اتضربت او مع اهل البنت اللي ضربت، احنا عندنا على الاقل 6 جرائم اخرى على النيابه العامه انها تحقق فيهم. 3 ارتكبتهم الست الكبيره الحما، و3 ارتكبهم ابنها. نبدأ بالست الكبيرة، ارتكبت ايه؟ ارتكبت جريمة ضرب بسيط في حق أم مرات ابنها، اللي هي الست الكبيرة الثانية اللي محدش خد باله إن في اللي هي كبيرة أم تانية. الست أم البنت الشابة اللي اتفعصت في إنها بتفك الخناقة أو المشاجرة، ولما هديوا وفكتهم قعدت جنب الست تطبطب عليها وتبوس دماغها، قامت فتحاها قلم على وشها. طيب ما الست الكبيرة ضربت الست الكبيرة الثانية، ودي اسمها جنح الضرب بسيط، فأدي أول جريمة. الجريمة الثانية إن من واقع المقابلات مع الست اللي اتضربت دي الحما، قالت لك العادي عندنا إن الحما تضرب مرات ابنها، فده معناه إنه في سؤال، أنت ضربتيها كم مرة مرات ابنك عشان ترد لك الضرب بكل هذا الغلي؟ فدي جريمة في تانية محتاجة، غير طبعا الشتيمة والسب والقذف اللي كان موجود في الفيديو مش بره، وشهادة الجيران. فالحما دي مرتكبة لجريمة سب وقذف في حق مرات ابنها. طب الجريمة الثالثة طبقا لكلام الحما نفسها وكلام الجيران والشهود، انها سيدة قوية متنمرة. الخناقة اصلا بدأت على ايه؟ لما بتقول لها هو اهلك ما جابوش عاشورة ليه؟
اقل لفظ كان بيتقال لها لا يمكن اقوله لانه يعاقب عليه القانون. ايوه طول الوقت على مدار سنه ونص بتتنمر عليها او بلغتها هي الست وبلغه الجيران بتذلها، انت اهلك عره، انت اهلك ما جهزوش كويس، انت اهلك ما جابوش المواسم. طب التنمر ده مش اللي وصل طالبه طب العريش لانها راحت جابت حله غله، حبه غله وشربتها وانتحرت؟ صح. فهي نفسها بتقول انه امها قالت ان هي كانت قالت لها انت كلتي وشربتي، فبتقول لها انا تعبانه عشان انا نفسه وكذا وكذا وكذا، قالت لها لو تعبانه روحي خدي حبه غل. فاحنا قدام يا ثلاث الله. جرائم ارتكبتهم الحما، الجريمه الاولى زي الأخيرة ما دي قلت تحريض على ارتكاب جريمة اللي هي الانتحار، ها؟ التنمر والدفع للانتحار. فاحنا بنتكلم على جريمه ضرب بسيط لام البنت وسب وقذف للبنت والتنمر، دول ثلاث جرائم عملتهم الست الكبيره اللي مصر كلها تعاطفت معاها. طب سؤال واللي يا نتيجه استاذه نهاد، حضرتك قررتي تدافعي عن الست المعتديه او يعني البنت الزوجه، قررتي طيب تدافعي عنها؟ خليني اقول لك الجرائم الثلاثه التانيين اللي ارتكبهم الزوج بقى، اه يعني اوكي الزوج اتفضلي. نفسه ارتكب ثلاث جرائم. جرائم تانية. الاولى هي طبعا الاولى هي النشر بدون اذنها، وده مخالف لجرائم لقانون جرائم تقنيه المعلومات. وحتى لو الوقائع سليمه النشر في حد ذاته جريمه، يعني من هو حق اللي نشر البنت الفيديو بتاع هو اللي الضرب؟ نشر الفيديو وهو اللي قال كده. هنا في الحاله دي البنت نفسها تقدر ترفع عليه قضيه وعقوبتها الحبس او الغرامه. وعلى فكره الحبس او الغرامه اشد من الضرب البسيط في جرائم الانترنت. الام نفسها ام البنت اللي اتضربت بالقلم ومصر كلها شافتها تقدر ترفع عليه قضيه برضو نتيجه هذا النشر والتشهير. فدي ادي اول جريمه عملها يقدروا يعملوا بلاغين ضده. تاني جريمه عملها هو انه حضرته اذاع محتوى اذى مصر كلها، اللي طبقا للماده 25 من جرائم الانترنت او جرائم تقنيه المعلومات ده مخالف لقيم الاسره، اللي اتحاكم عليه عشرات من الناس وخدوا احكام بالحبس صح سنتين وثلاثه. هي صح قيم الاسره في مصر ان حضرتك تنشر لي خناقه ما بين مراتك وحماتها، عيله بتضرب واحده ست كبيره او واحده ست كبيره بتضرب واحده ست كبيره ثانيه، مش ده محتوى يعاقب عليه القانون؟ فانا بطلب والألفاظ من اللي اتقالت والضرب والالفاظ اللي اللي شفناه. اتقالت بالظبط، فانا بطلب من النائب العام يحقق في الجريمه دي. الجريمه الثالثه بقى هو تعريض حياه ست مراته دي وابنه ولا بنته المولودين دول للخطر. لما واحد بيشتغل بره مصر وميسور وعندهم بيت ملك ما شاء الله بيت عيله، يبعت لمراته في الشهر 300 جنيه ولا 350 جنيه مصروف ولا نفقه ولا بيسموها ايه، ده ما يجيبوش علبه لبن اطفال من الاسخانه، ما يجيبوش وجبه فطار وغدا وعشاء يومين على بعض الواحده ست المفروض انها نفسه ووالده ومحتاجه تعوض اللي فقدته جسمها. ولما البنت الصغيره ولا الولد البيبي ده عيان يقولوا له بتعالجوه ازاي، تقول حماتي بتطلع حد وانا بكشف عليه علشان يشوف صرفت كام. ايه الذل وايه تعريض حياه الناس للخطر؟ وبعدين يعملوا معاه مقابله يقول لك انا مش هتنازل وانا مش عايز وهطلقه ومش عايز ابني. لا انا اقول لك الحقيقه من واقع عشرات من التجارب شفناها، لا هو الطفل اللي اتولد عنده شهور ده مريض بثقب في القلب. وفي بعض الاسر الفلاحين اللي يعني مستواهم ما احبش اتكلم عليه، في الحاله دي يقول لك ده واد عيان ولا بنت عيانه عليل هيعلنا، ارميه هو وامه زي منزيل الورق الكلينكس كده، وعندهم شقه جاهزه والفرش بتاعها وعمالين يضغطوا على البنايه علشان تتنازل عن كل حقوقها وتاخد يا دوب المطبخ. فكده البيه رمى عيله عيانه عليله ما تهموش وما تفرقش معاه، رمى امها يجيب له عروسه جديده وشكرا على كده. يعني ايه الروايه دي كلها من اول دقيقه؟ يعني ايه بيت عيله حاطط كاميرا جوه مدخل البيت؟ يعني انا افهم بنحط كاميرا عشان نحافظ على البيت من السرقه من الحراميه من اي اعتداء على البيت، انما كاميرا جوه مدخل البيت ونقابل البنت وامها في مدخل البيت، هو دي اخلاق الفلاحين؟ ده عرونا، ده انا اهلي فلاحين ده عرونا. هي اخلاق الفلاحين بنقابل الناس على السلم ونكنس ونمسح عليهم وهم قاعدين؟ هذه واقعه مدبره من الالف الى الياء. وان كانت البنت ارتكبت جريمه انها يعني خرجت وانفجرت وضربت حماتها، ف
فهم مرتكبين 6 جرائم انا بطلب من النائب العام انه يحقق فيها. حضرتك هتدافع عنها؟ الحقيقه انا عرضت ده وقلت انا مكتبي مستعد يدافع عن البنت وامها، والقصه هنا هي قصه انسانيه ما هياش بس حمر، لان احنا الثلاثه الضارب والمضروب ستات، صحيح في راجل مرتكب لجرائم اللي انا قلت عليها هي الزوج ده، انما يعني القصه هي قصه انسانيه، وانه الناس تفهم انه ما ننسقش قوي مجرد ان حد علشان كبير في السن واتضرب، وده شيء ندينه تماما طبعاً تماما ومش حد موافق عليه طبعاً، انما حاله الادانه والذبح الفظيع لواحده هي بقالها سنه ونص ضحيه ذل وتنمر وقهر وسب وقذف وحرمان وتجويع وتقول لي مش عارفه ايه ده كل ده. احنا اتصلنا انا قلت مكتبي على استعداد ان يدافع عنها، ويبدو انه في عدد كبير من المحامين المحترمين في الشرقيه تطوعوا للدفاع عنها، فلما اتصلنا بوالدها فعلا قال احنا ممتنين ومتشكرين لعرض حضراتكم، بس احنا معانا اوريدي محامين كتر الف خيرهم، وانا مع زمايلي المحامين في اي حاجه عايزينها، وعشان كده عملت فيديو قصير على الست تهم اللي المفروض الاثنين دول الزوج يعاقبوا عليهم يعاقبوا عليها، وما زلت بأناشد النائب العام في مراجعة قرار الحبس الاحتياطي أكيد. لأنه المفروض هتنزل تجديد البنت بكرة غالبا، فالحقيقة ده توسع في الحبس الاحتياطي احنا ما تعودناش عليه قبل. صحيح. أنا بشكر حضرتك، النيابة العامة شكرا جزيلا. لا تحركها أبدا أبدا، النيابة العامة لا يجب أن تحركها أبدا السوشيال ميديا. ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المحامية الكبيرة الأستاذة نهاد أبو القمصان. يعني بجد يا جماعة الواحد ما يتسرعش في الحكم على أشياء، يعني حاجة قدامنا اتعرضت أكيد ليها خلفيات وأكيد ليها أبعاد. أنا مش بغلط حضراتكم أنكم أدنتوا الفعل، ولكن الفعل طبعا لازم ندينه، حد ضرب حد، واحدة ضربت حماتها، لكن لما نقرأ بقى اللي بين السطور ونعرف اللي ورا الصورة وورا الفيديو ممكن قوي وجهة نظرنا تختلف تماما، وإن شاء الله إحنا بنقول دايما العدالة عامية.